من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن من أخطر المعاصي اليوم ما بلي به الكثير من الناس من الاستماع إلى الأغاني المحرمة التي تثير الشهوات وآلات الطرب، ولا ريب أن هذا من أعظم الأسباب في مرض القلوب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة وعن استماع القرآن الكريم والانتفاع به. ومن أعظم الأسباب أيضا في عقوبة صاحبه بمرض النفاق والضلال البعيد. يعني هذه الأغاني وهذه آلات الطرب التي يستمع إليها الكثير من الناس، هذه سبب في مرض القلوب، وقد تكون سبب في حرمان الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن آدم ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ممكن بسبب ذنب ترتكبه تحرم رزقا كنت تنتظره، تحرم التوفيق، تحرم بركة الذرية، بركة الرزق، بركة المال، بركة الزوجة، بركة الدار بالذنب تصيبه. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما المقصود بلهو الحديث في هذه الآية؟ لقد فسر أهل العلم لهو الحديث بأنه الغناء وآلة الطرب، الموسيقى والكمان وهذه، وكل كلام يصد عن الحق، كل كلام يصد عن الحق وهو من لهو الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث رواه البخاري وأبو داود. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون إيه؟ الحر. إيه المقصود بالحر؟ الفرج المحرم، الزنا يعني، ولبس الحرير، والمسكرات، نعم، والمعازف أي الغناء وآلة الطرب. المعنى أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الزنا ولباس الحرير وشرب المسكرات واستعمال الغناء وآلات الملاهي، وقد وقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من دلائل النبوة وصدق النبوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1500 عام يخبر بما يحدث اليوم، فهذه من دلائل النبوة. نعم، صلى الله عليه وسلم، دي من علامات النبوة ودلائل رسالته عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر. الغناء ينبت النفاق في القلب، سبحان الله. ومعنى إن الإنسان يتصف بهذه الصفة أيها الأحباب، أو يكون فعلا منافق فعلا، يعني هذا خسران كبير. الله يقول إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. مفيش حد ينصرهم إلا الذين تابوا من نفاقهم وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوا، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طبعا من علامات النفاق كما ذكر الحق سبحانه، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا. هذا قد يكون بسبب ذنب ارتكبوه، سمعت الأغاني، مستحيل تجدهم يصلون الفجر، لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، مستحيل أنهم يصلوا الفجر ويشهدوا هذا الخير. نعم، فلنتق الله ولنحذر ما نهانا عنه سبحانه، وعلينا أن نستقيم على طاعته، وأن نتواصى بالإحسان، وأن نتواصى بالبر والتقوى. نعم، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، لنفوز بالسعادة والكرامة والعزة والنجاة من النيران. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح. سبحان الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الكلام من زمن بعيد. يشرب ناس من أمتي الخمر، إيش تفعل؟ لا لا لا، هذه اسمها كذا، ليست خمر، يسمونها بغير اسمها. نعم، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقنا. نعم، يتعايشون مع المعازف، الموسيقى والكمان وآلات الطرب، والمغنيات يغنين. لا، هؤلاء سيدنا بيقول إيه؟ يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. إذا الإنسان لابد أن يحذر من سماع الأغاني وسماع المعازف وهذه الأمور، لأن الإنسان لا يدري على أي حالة يقبض. تخيل لو إنسان بيستمع الأغاني كده، واحد هو كان صديق رحمه الله، هو تزوج في إحدى البلدان، هو كان مقيم في فرنسا لكنه تزوج فتاة من إحدى البلدان، وبعد ما عمل فرح هنا ودخل عليها وتزوج، قالت له لابد أن نذهب ونقيم
العرس مرة أخرى بين أهلي في البلاد يعني، لا داعي لذكر البلد يعني. فالمهم هذا الأخ اسمه صلاح، ذهب صلاح إلى هذه الدولة، وبينما هو على المسرح ويرقص إذ لحقته في المنية وهو على هذه الحالة. والله يا إخواني مات على هذه الحالة وهو يرقص على المسرح، والنساء والاختلاط. ها تخيلوا لما يبعث يوم القيامة يبعث على هذه الحالة. نعم، فما بالكم بمن مات ملبيا وهو محرم. أيوة، ما بالكم بمن مات وهو يقرأ القرآن أو وهو في أثناء الصلاة كالشيخ كشك رحمه الله، قبض وهو ساجد شتان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الختام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم رد شباب أمتي إلى دينك مردا جميلا. اللهم جنبهم قرناء السوء ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.